الاحتفال حصلت معاك واضح معاك، بس انت عارف الظروف هنا مش هينفع ننزل. عارف يا صاحبي، انا هنزل يومين زي ما قال لي القائد ده، بالعافيه نزلوني هنزل يومين احضر فرح اختي وهاجي على السريع. يا عم زي بعض وتبقى تتعوض في حاجه ثانيه كده، وما تنساش تجيب لنا محلات الفرح معاك والدنيا ده. من اين يا صاحبي؟ روح ترجع الكتيبي علشان الظابط ما يكلمكش هناك ولا حد من العساكر يسكن عليها. حبيبي يا صاحبي انا هاخد الطريق ده على طول لحد ما القى موصله تحت. خلاص ماشي يا اخويا. ماشي هتعوز حاجه؟ حبيبي. مالك عبدو؟ وقفت ليه ورفعت الشنطه؟ خلاص خلصت يا احمد. يا عم ايه اللي خلصت؟ انت بتقول ايه كده؟ ارجع يا احمد. يلا. يا اما حصل ظروف في الوحده اما مش هقدر انزل، سامحيني يا اما لو جيت فيهم علي الصوت عليك. ادعي لي يا اما، ادعي لي النبي يا اما، ولدك يا اما واقع في زنقه وربنا يطلعه مني على خير. ادعي لي يا اما وقولي لاختي اخوك كان نفسي ينزل يحضر فرحك. معلش يا اما مش هقدر انزل، كان نفسي يما اخد اختي من ايديها واوديها لبيت جوزها يما. معلش يما سامحيني يما، سامحيني ان انا مقدرتش انزل احضر فرح اختي يما. لا عبدو امانه عليك يا صاحبي، يا الموت سوا انا ايش سوا. ارجع يا احمد. امانه عليك يا صاحبي، امانه عليك، لو مت ولا حسبت اي حاجه قول للوحده تبلغش اهلي بمماتي غير بعد فرح اختي بيومين. امانه عليك يا صاحبي، مش هسيبك تموت. الله يا احمد. ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش. أمانة تبصر